جدا بهذا الملتقى، وطبعا بصفتي عضو في لجنه الشباب والرياضه دائما بحس الشباب ان هم يحضروا مجلس النواب. مجلس النواب طبعا. فسعيد جدا ان انا دائما بحس الشباب ان هم يبتدوا بالخطوه الاولى، يشوفوا الوظائف لو حتى ما كسبهمش بس يبتدوا الخطوه الاولى. انا بقول لك انا شخصيا انا زمان قبل ما اخش بوليس شرطه وابقى ضابط ابتديت في حاجه بسيطه كده يعني على الاقل ابتدي الخطوه الاولى بس. فهم انا عايز الناس تبتدي الاول ويبتدي يشوف فكره ان الشغل مش عيب يعني كل خالص. الشغل مش عيب وممكن يتحول مصاري مثلا من ضابط الشرطه لمثلا اعمل بيزنس او رجل اعمال شاب مثلا. فانت ممكن لازم تعتمد ان انت تعمل لك شركه صغيره في البدايه مثلا مع اصدقائك، تشتغل تلحق في اي عمل ممكن يساعدك ماديا في الاول. تم دعوه ايه من قبل معالي وزير المحافظه الاسماعيليه لان في متواجد فيها اكثر من 36 شركه بتطلب وظائف لمؤهلات مختلفه ما بين صيادله المهندسين لعماله فنيه لعماله متوسطه. هناك بعض الشركات عايزاه بدون مؤهل ولكن بيكون جاد ويرغب في العمل. فده طبعا ملتقى هام جدا لتوفير فرصه العمل.